النظام الدراسي بدأ في فوضى وسيستمر إلى مدى معين بفوضى أيضا، لأنه البداية الفوضوية لا تنتهي بسهولة وإنما تتراكم فيها أخطاء حتى تنتهي. يعني كان المؤمل أنه على الأقل تقدير هذه السنة أو هذا العام الدراسي أن تكون المناهج متكاملة، هذا أولا. وكان المؤمل أن نكون أو تكون وزارة التربية قد أعدت خطط للقضاء على الدوام الثلاثي وليس زيادة الدوام الثلاثي، وأيضا كان المؤمل أن تكون بداية الدوام هادئة ومستقرة ومخطط إلها. يعني يوم أمس تفاجأنا أنه دوام التلاميذ يبدأ اليوم والدور الثاني بعد ما كامل بعد ليوم باكر يلا يكمل، وأيضا الكتب ما مستلمة والقاعات ما موزعة والأهالي فوضى بالمدارس، وبالتالي ما تحسين أنت جاية إلى مؤسسة تربوية لا. غايتها نقل الصورة الحقيقية للتنظيم والرفاهية الفكرية وأيضا التطور التدريجي في أداء الوظيفة، وأيضا نقل أفكار متطورة من أكاديميين من متعلمين. تحسين أنه طابة، مع احترامي وتقديري وأعتذر عن هذا اللفظ، إلى علوة مخضر، كل واحد يمشي من جانب ويترك الجانب الآخر ويسير كيفما اتفق. يعني ما أعرف هيئة الرأي مع احترام الشديد لهم كيف أشاروا على الوزارة أن يبدأ العام الدراسي قبل أن ينتهي الدور الثاني.